إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا لهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الشعر ميزان الحياة الإنسانية، فكلمة الشاعر هي التي تبسط روح الإنسانية في ضمير ووجدان العالم، كل العالم. كلمة الشعر هي الكلمة التي تصل إلى الجميع بلغة الإحساس الصادق، والتي تتجاوز مختلف الألسنة وتتجاوز حتى كل فنون التراجم، لأنها تنبعث من قلب صادق لتقع في القلوب وتنهض بها إلى العلياء التي تستحق. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، يسعدنا أن يكون معنا من الأردن الشاعر حسن النبراوي عبر الإنترنت. نرحب بك أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بك يا سيدي، وشكرا لك ولقناة الرافدين على هذه اللفتة الكريمة. وكل الشكر لك على استجابتك لهذه الدعوة، ونحن نسعد بتقديم كل المبدعين الحقيقيين. أستاذ حسن، في البداية، جوائز عديدة ومشاركات كثيرة لك في فعاليات مستمرة ومستدامة سواء في الأردن أو خارج القطر الأردني. حدثني عن تجربتك، عن سيرتك، عن عملك في البداية. المعلومات التي تفضل أن يعرفها الكل عنك، سيرة محدودة بدقيقتين، تفضل أستاذ حسن، أهلا بك مجددا. نعم، زاد الله فضلك، شكرا جزيلا. والله بالحقيقة أنا رجل يعني عاشق للشعر منذ طفولتي، منذ نعومة أظفاري. لم أكن أتخيل يوما أن أكون أنا الشاعر، ولكني كنت أعشق الشعر وأحفظه، يعني أحفظ كل القصائد التي تمر معي في المنهاج المدرسي منذ طفولتي. وهنا اكتشفت يعني حب هذا الموروث الأدبي ألا وهو الشعر. نعم. أحفظ كل ما أسمع من الشعر، وما يعني وما يوافق آرائي وأفكاري بالذات، يعني أحفظ ما يعجبني من الشعر. نعم. وأرى أن الشعر يختلف تماماً عن النثر، أو يعني عن كل أصناف النثر بشكل عام. فيعني كنت أحفظ الشعر وأحب الشعر، أحاول أن أكتب سماعياً دون التطرق للبحور ودون معرفتها منذ طفولتي، وكبرت على هذا الشيء. ثم أصبحت يعني أحب نزار قباني وأستمع لما يقول، ثم على إثر يعني على إثر القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط أصبحت أهتم بالشعر الذي يحمل رسالة. ومن هنا بدأت تجربتي، واكتشفت نفسي حقيقة مؤخراً على تطبيق تيك توك مع بعض الشعراء الكبار، عرضت عليهم ما كتبت وبدأت أحسن وأخذ الملاحظات النقدية، والحمد لله رب العالمين أنا اليوم أظهر على الكثير من المنصات ومعتمد لدى العديد من يعني الجهات المختصة بهذا المجال. ونحن بدورنا نرجو لك كل توفيق، وأن تخرج من حالة إبداعية إلى حالة إبداعية أوسع، وأن يستمر هذا الوهج في نفسك حتى تواصل تقديم القصائد العالية التي ترتقي بإنسانيتك أولا، ثم بإنسانية من هم حولك. أستاذ حسن، وقبل الذهاب إلى الشعر، سؤال مباغت آخر عن فكرة الكتب في حياتك، سواء كانت هذه الكتب ثقافية أم أدبية، عن فكرة وجود الكتاب في حياة حسن النبراوي. نعم، برأيي أن كتابة الشعر لابد لها من أدوات. نعم. ومن أدواتها أن يكون لديك قاموس لغوي وقاموس معلومات، حتى يعني أنت تحتاج حتى تكتب أن يكون لديك مخزون تكتب من خلاله، من تحتاج مفردات، تحتاج تراكيب، تحتاج كل هذه الأمور تغذيها. نعم. عن طريق القراءة. إن لم تقرأ فأنت تدور في فلك واحد. جميل. لذلك فالقراءة مهمة جدا 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 لكل من أراد أن يكتب شيئا إبداعيا وأن يتطور مع مرور الزمن. يقول بعضهم أنا آيس من القراءة وأشعر بالكثير من الإحباط أحيانا حينما أقرأ عشرات الكتب، فلا أجد أنني كونت مذخورا ثقافيا أو محصلة معرفية هائلة. ويقول له أحدهم مجيب عليه، في بعض المواقف ستقفز إلى ذهنك بعض العبارات التي تصقلها بلغتك وبطبيعتك وتهضمها بأسلوبك وتعيد تقديمها لمن تحاوره بطريقة تعكس شخصيتك الخاصة.
إذن فالقراءة للروح وللعقل تماما كالطعام، فالإنسان حينما يتناول آلاف الوجبات لا يمكن أن يكون وزن جسمه بحجم هذه الآلاف من الوجبات، وإنما يأخذ منها زبدة الفائدة، وكذلك القراءة تستخلص منها ما ينسجم مع شخصيتك. عن شخصية حسن النبراوي بالشعر، هل ترى أنك فرضت شخصيتك الخاصة على قصيدتك، أم أنك لا تزال تبحث عن هذه الشخصية؟ لا والله أكيد لي بصمة خاصة، يعني حاليا الحمد لله لي بصمة خاصة، وأنا أسميها ببصمة الثائر. يا سلام. أعتقد أني لبست الكثير من العباءات، واقتربت كثيرا من كثير من الشعراء بحكم القراءة، كنت أقرأ لهم، وكثيرا ما كنت أستخدم بعض مصطلحاتهم ثم أكتشف أنها لهم بعد فترة. يا سلام. ليس عيبا على الشاعر بحسب اعتقادي يا أستاذ حسن، ليس عيبا على الشاعر أن يرتدي الكثير من العباءات، ومن كل عباءة يأخذ خيطا ثم يخيط عباءته الخاصة التي لا تشبه كل العباءات التي ارتداها، وإنما تكون عباءة مضافة إلى هذه العباءات حتى تعكس شخصيته العالية. إلى أولى القصائد التي تود أن تسمعنا إياها، تفضل يا حسن، كلنا شوق إلى أولى قصائدك. أقول أبدأ بقصيدة لقضية الأم، يعني القضية الأهم، قضية فلسطين وغزة. فضل. أقول: علام الحزن يا سالي دعينا، علام الحزن يا سالي دعينا، يباد أحبة والرقص فينا، حراك الغرب يذبح عار صمت، ولسنا إن زعمنا المسلمين، سقينا من حرام وارتوينا، فأزهر روضنا بالخائنين، نقاسمهم عروبتهم، ولكن إذا جاعوا رفدنا الغاصبين، فما للموت قد جافى جبانا، وما للسيف يهوى الياسمين، وما للعرب تعمى عن حقود، وتنفث سمها في الثائرين، فصيل أركع الغازين جمعا، وجند العرب تخشى المارقين، وذا عضو من الإسلام يشكو، فما للجسم يرضى الغرغرين، تركناهم لخبز من شعير، لنأكل ذلنا عجلا سمينا. يا الله، تركناهم لخبز من شعير لنأكل ذلنا عجلا سمينا، لكنه عجل وهمي، وهذا الذل للأسف هو الواقعي. المشاكلة ما بين الواقعي والوهمي في عجز بيت من الشعر يدل على إبداعك، وكيف لأن هذا الوجع تمكن من نفسك واستفحل. وربما تكون مثل هذه القصائد منبهة، إيقاظ لمن لا يزال في صدره بقية من الضمائر. أحسنت كثيرا يا حسن. عن فكرة أن تكون هناك قضية ما حاضرة في تجربة الشاعر، هناك من يرى يا حسن أن شعر القضايا أصبح باليا، أصبح يعني قديما، أصبح يعني مما ينبغي التخلص منه والتخفف منه، ما رأيك في هذا؟ والله أختلف تماما مع هذا القول لسبب وحيد. جميل، تفضل. نعم، وهو أنني أرى الشعر وسيلة للتعبير، فإن لم أعبر عن قضايا وطني وقضايا التي تهمني أنا شخصيا فليس للشعر داعي، فأنا لا أكتب الشعر من أجل الشعر. أحسنت. وإنما أكتبه لأعبر عما أعاني منه وعما يحيط بي وأشعر به. أحسنت كثيرا. فكرة الشعر من أجل الشعر والجمال من أجل الجمال، هذا فكر لا يمكن أن ينسجم معه صاحب قضية، إنما الشعر وسيلة أو وسيلة من أجل غاية حميدة، ألا وهي النهوض بهذه الأمة، النهوض بهذا الجيل، ألا وهي حفر البصمة عميقا في سجل التجارب الواعدة والقصائد الرائدة. نريد قصيدة مختلفة هذه المرة منك يا حسن، ما رأيك؟ نعم، سأقرأ قصيدة في المعاناة من الحب، هي قصيدة جديدة لذلك لم أحفظها. تفضل. هي عن المعاناة في الحب، وأسميتها سم لذيذ.
أقول: الحب سم، كم أحب مذاقه، بثي جمالك لا أريد فراقه. الحب شوق لا يجيد تسترا، في أعين العشاق بث عناقه. ها قلبي المصلوب ينكر ضره، وجرت عيوني إذ رأت ترياقه. أشتم عطرا عابثا في مهجتي، من حضن كفك مد لي أشواقه. بين النجوم أراك وجها لامعا، أشتم عطرا عابثا في مهجتي، من حضن كفك مد لي أشواقه. بين النجوم أراك وجها لامعا، أرنو لوصل ما وجدت براقه. والعقل حلل ما جرى في موجز، وأضاف أن القلب خان رفاقه. متمسكا بيد يريد نجاته، وتريد مثل عدوه إغراقه. الحب ما جعل الفؤاد مهشما ومهمشا متناسيا أعراقه. الحب تنين بقلب رواية، والفأس خائفة ترى أعناقه. أن يترك المغوار أرض سباقه، يرنو لوصلك إذ غدوت سباقه. شوق كشوك، شوق كشوك دونه عسل لمع، ويمد للصبار جسرا ساقه. يا سلام. ما همه وخز تكاثر في الحشا، ويسيل في حمم سقت أحداقه. ويسير مبتسما لحضن جمارها، ولكي جرح يرتجي إحراقه. الحب أن يحيا كزهرة موسم، يربي ثمارا أتقنت إنفاقه. الحب حرب بين عقلي والهوى، والقلب منتصر يشد وثاقه. لله نحن، فيا حبيبة أقبلي، ودع الخصام ودمري أبواقه. لو كان وجه الشعر يرجو أعينا، لغدوت في مينائه أحداقه. أحسنت كثيرا يا حسن، وأنت من أعين الشعر بمنزلة الأحداق، من هذه العين على رقة وانسيابية وبديع هذه القصيدة. يقولون: ما بال شعراء العربية في هذا الزمان يميلون إلى التغزل بمحبوبة ربما هي غير متاحة، ربما هي غير موجودة؟ هل لأن الغزل أبوابه تتجاوز المنظور أو المحسوس، أم أن للمسألة أبعادا أخرى وأبوابا متعددة؟ والله أنا أعتقد أن الشعر يعني يستطيع الكتابة، لأنه شعوره مرهف بالعادة، فيكتب لمن يعرف ولمن لا يعرف. حتى أني طلب مني منذ مدة قصيدة لاسم معين، وكتبت وكأنني أعشق هذا الاسم وأعشق هذه الفتاة وأنا لا أعرفها، وكتبت العديد من القصائد، قصائد الغزل في الأسماء. أحب هذا الباب وهذا المجال. والشعر مرهف الحس، ويستطيع، لديه الأدوات الكافية. جميل جدا يا حسن، لكن المقصد من سؤالي أو جوهر السؤال وخلاصته: هل يمكن مثلا لحسن أو لشعراء زماننا، يا سيدي لحسن دعنا نتكلم عنك، هل يمكن لك أن تكتب عن شخصية مكنونها غائب، يعني شخصية من العدم، شخصية عدمية تنشئها بخيالك وتنفخ بها الروح والدم، ويعني تتخيلها كما لو أنها موجودة ثم تهيم بها عشقا فتكتب؟ هل يمكن هذا أن يحصل في خيال الشاعر؟ نعم، خيال الشاعر يفوق ذلك حتى بمراحل. يا سلام، أحسنت كثيرا. عن فكرة الحزن الكامن في تجربتك أو في نفسك، هل أنت الذي يسيطر عليه أم هو الذي يسيطر عليك بصراحة؟ لا، حقيقة أنا يعني أكتب ما أشعر به، لذلك هو يسيطر علي، ولا يعني لا أخذ منحا خاصا للقصيدة، ولا أختار لا الموضوع ولا البحر ولا هذه الأمور، كلها تداهم الشعر باعتقادي.
فيما يتعلق بالأدوات وطريقة الكتابة أنا معك في هذا الجانب، لكن دعنا نخصص الإجابة بشكل أكثر عمقا فيما يخص الحزن يا حسن، وهذا السؤال ربما كان سؤالا مفخخا. هل أنت من يستورد الحزن قبل الكتابة أم أن الحزن يفرض ذاته عليك فتكتب في موضوع ما؟ لا، الحزن يفرض ذاته علي لأنه يعني موجود حقيقة في كثير من التفاصيل. يا سلام، أحسنت، أحسنت كثيرا. لو أنك قلت إنني من يستدعي الحزن فهذا يعني أن القصيدة مصنوعة، أو أن القصيدة مصنوعة مصطنعة. أجدت كثيرا وأحسنت أكثر يا حسن. حسن النبراوي من الأردن، عن المشهد الشعري في الأردن، باعتقادك وجود الكثير من المنصات، وجود الكثير من المنتديات، الكثير من المؤسسات التي تعنى بتقديم الشعراء، هل هذه حالة صراع أم أنها حالة منافسة، أم أنك تراها أبعد من هذا وذاك، ربما ذهابا إلى وجود يعني تعددية تتيح للشاعر أن يجد نفسه في أكثر من مكان؟ والله أعتقد أن نعم هناك تعدد، لكن هذا التعدد لا يعني التكرار، فلكل مكان من هذه الأماكن خصوصيته ولكل مكان فكرته الخاصة. فهناك من يعني بعض هذه الأماكن عنيت فقط بالشعر الفصيح ولا تقبل مثلا الشعر الشعبي بكل أنواعه، نعم، وهناك أماكن كانت عبارة عن منتديات ثقافية تستقبل كل المثقفين وكل آداب. فالتعدد في الأردن يتيح للشاعر أن يجد نفسه في المكان الذي يناسبه تماما. يعني أنا قرأت على العديد من المنصات في الأردن وأرى أن هذا التنافس شيء جميل جدا، يساهم ويساعد في ظهور شخصيات حقيقية، شعراء حقيقيين. أحسنت. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. معنا عبر الإنترنت من الأردن الشاعر حسن النبراوي. مرحبا بك مجددا يا حسن. مرحبا بك يا سيدي، شكرا. وإن كنت حسن الاسم فأنت حسن الشعر كذلك، ولكن فيما يتعلق بالقصيدة الغائبة، القصيدة التي لا تزال في طي المجهول لكنها مقدورك، قصائدنا التي لم نكتبها اليوم إنما هي مكتوبة في المستقبل، يحجبها عنا فقط ستار الغيب وحاجز الزمان. عن فكرة الصراع ما بينك وبين القصيدة التي لم تكتب بعد، الصراع النفسي ما بين حسن وحسن الغائب عنه كالشعر، حسن المستقبلي، القصيدة البعيدة التي يبحث عنها، التي يسعى إلى تحصيلها. حدثنا عن هذا الصراع الإيجابي الجميل في نفسك. نعم والله، يعني هذا الصراع موجود أعتقد لدى كل شاعر، فكرة ما أهم ما سيكتب، ما يرنو لكتابته، ما يعتقد أنه الأهم الأفضل. أنا كتبت كثيرا للوطن، وأنا أحب جدا أن أكتب لفلسطين، كتبت لفلسطين ولغزة وللقدس ولغيرها. أنا أحب جدا هذا النوع من الكتابات، ويستهويني ويستميرني لدرجة أن يعني أصبح يطلب مني كثيرا، أليس لديك شيء غير الوطنيات؟ هذا السؤال أسأله كثيرا. فأنا أريد يعني وأحب، أنا لدي طبعا الكثير غير هذا الموضوع، ولكني أميل لهذا الموضوع ولهذا الغرض الشعري. أريد أن أكتب عن الوجدانيات، يعني أن يخالجني شعور، أكتب عن ذاتي، أكتب عن نفسي، أكتب عن الحياة عموما. نعم، أريد هذه العبثية إن صح التعبير. فأنا شعري كله موجه، عبارة عن رسائل، لكن مثل هذا الأسلوب غير مستهون للأسف لبعض الجهات أو الاتجاهات الأدبية التي ترى بأن الذهاب إلى مثل هذه الموضوعات الواضحة هو شكل من التسطيح، لكنهم بذلك يظلمون الشاعر حينما لا يقرؤون نصه. ربما يكون الموضوع مكرورا، ولكن التجربة ربما تكون فارقة ومختلفة، وبهذا يتجنون على الشاعر وتجربته بأحكامهم المسبقة أو المسبقة. إلى قصيدة جديدة يا حسن، اقرأ علينا ما تحب، تفضل. قصيدة بعنوان عطر وسكر.
يقول: ما بال حرفي عاجز عن وصفها، ما سر عين لا ترى إلا قلمي، جعلت مداده من سكر، سبحان من سكر سواها. فإذا به قد خط حرفا واحدا، والدمع أغرقني على ذكراها. فجلبت عطرا قد أحبت ريحه، ورششته مستجديا رؤياها. يا عطر إنك قد جميل. خلقت بكفها، ما كنت عطرا قبل أن تلقاها. البدر يسرق لونه من نحرها، أو من بنات الثغر ما أبهاها. يا عطر، يا عطر إنك قد خلقت بكفها، ما كنت عطرا قبل أن تلقاها. نعم، تابع يا يا عطر، حسن. نعم. فجلبت عطرا قد أحبت ريحه، ورششته مستجديا رؤياها. يا عطر إنك قد خلقت بكفها، ما كنت عطرا قبل أن تلقاها. البدر يسرق لونه من نحرها، أو من بنات الثغر ما أبهاها. ما سرها؟ قلبي يهيم بذكرها، من بعدها أضحى الورى أشباها. جديا يا راعي ما تقول بحسنها، جديا يا راعي ما تقول بحسنها. قف لا تقل، إن قلت قد تهواها، وتصير لي ندا بعيد صداقة، يا سلام. وأنا عن الشركاء من ينهاها. هي فرحتي لكنني أغضبتها، من غيرتي أقصيت من يلقاها. أبعدت عنها أمها وأبا لها، قد ساءني أن قال ما أحلاها. ما أظلمك. يا وجهتي في رحلتي وإقامتي، يا شاطئا للعين يا مرساها. محبوبتي، أو ما عرفت حماقتي؟ هلا سألت العين ما أبكاها؟ هلا سألت القلب عن آلامه؟ هلا شققت عن التي أخفاها؟ أدركت ذنبي، لا أعود لمثله، عهدا علي إذا عفت عيناها. قالت: فقل لي بيت شعر واحدا، إن كنت ظبيتك التي تهواها. قلت: الملاك مليكتي عين المها. فأتت إلي وقدمت يمناها. يا سلام، أجمل هذه القصيدة يا حسن. وحينما قلت مساء لك ما الخير. أظلمك، إذ إنك أبعدت أمها وأباها، لماذا كل هذا التجني على أمها وأبيها؟ أم أنك تريد أن تختص بها وحدك، وهذا ضرب من ضروب الأنانية؟ أم أنها أنانية إيجابية؟ أم أن أنانية والله يعني، المحب مغفورة؟ نعم، هذه أنانية العاشق، يريد أن يحميها وأن يتفرد بها، يعني يصرفها عن كل الخلق وعن كل الناس. يا سلام طبعا يا هناك سلام مبالغة في الشعر، لكن يا سلام، لكنها هذا الجواب مبالغة موجود. محمودة وجميلة جدا. أبدعت بإلقائك وباختيارك وانتقائك هذه القصيدة يا حسن، أحسنت كثيرا. الحديث الآن يا حسن عن المحرضات أو المحفزات. ما المحفزات التي تجرك من قلبك إلى الكتابة؟ أكثر المحفزات التي تحرضك؟ كموضوعات الحرب والحب. ليس شرطا أن يكون الموضوعات، ربما إحساس ما، ربما لحظة معينة، ربما شخص، ربما تصرف، ربما حركة معينة تجرك من قلبك جرا لتكتب. والله أكثر القصائد التي كتبتها خارج المنزل أثناء المسير. نعم. يعني أشعر أثناء المسير وحركة الدورة الدموية والتنفس بشكل جيد، خاصة في الصباح، تداهمني أبيات جميلة ربما أكتب كان عليها رمي الضد. تكتب عن ماذا؟ أكتب على هذه الأبيات، وتكون هي بيت القصيد، أي هي يا ما يقول سلام السامع الله حين يسمعه. يا الأبيات التي سلام يا تداهمك سلام، وليس التي تكتبها وأنت جالس. ما أجمل إحساسك يا حسن. ربما كان رمي الضد بالضد أحيانا يبعث
الإبداع في نفس الشاعر فتتشكل القصيدة. هل يمكن للجماد أن يبعث الحركة في نفس الشاعر يا حسن باعتقادك؟ أم أن فقط الصور المتحركة والصور الإنسانية هي التي تحرك خيال الشاعر؟ هل يمكن للجمال أو للجماد أن يبعث الشعر في روح الشاعر؟ نعم، أعتقد أن الجماد المرتبط بذكريات الله عليك قادر جدا، وهذا ما يسمى بالبكاء على الأطلال. مررت على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. هنا الجدار الجامد هو الذي حرض الشعرية في نفس قيس بن الملوح. تفضل أكمل. نعم، أيضا مسألة أخرى، بعض الجمادات مرتبطة بأحداث تاريخية، مثلا الخيام، المخيمات، المستوطنات. يا أخي سور عكا، المدرج الروماني، مدخل مدينة قرطبة التاريخي في الأندلس، في إقليم الأندلس هناك بإسبانيا، كل هذه جمادات ربما تهيج فيك يعني حقبا تاريخية متعددة، ويكون للجماد الفضل على الشاعر فيدفعه دفعا للكتابة. إلى الشعر يا حسن، وهذه المرة اختر لنا موضوعا مختلفا، تفضل. بما أنك طلبت موضوعاً مختلفاً، إذاً لا بأس، اقرأ مما تحفظ أو مما أعددت وجهزت، لا مشكلة. طيب، مما أعددت، إذاً سأقرأ عن قصيدة بعنوان حبي واحترامي، وما أخذني إليها ذكر الخيام. تفضل. أقول: علام الحزن، ذكرت قصيدة سالي حبي واحترامي، أقول فيها: يا أمانا في جنوب كيف تسمو عيشة الأحرار في طين الخيام، يا أمانا في جنوب كيف تسمو عيشة الأحرار في طين الخيام، كيف صار العز جوعا واغترابا، كيف صار الخبز ضيفا في المنام. يا الله. في شمال القلب يبقى بعض أسد يخرجون المجد من جب الظلام. جميل. أسرجوا للصبر خيلا بل براقا، أعلنوا لله دهرا من صيام، لا يضير الحر خبز من شعير أو من الأعلاف يا أهل السنام. يا الله. أخبر الأطفال أن الصبح حلو في بيوت زينت بعد القتام، لن يكون الخبز صلبا بل حريرا مع وفير من لحوم في الطعام، أوثقوا حبلا صراطا مستقيما واسحبوا الأوطان من أيدي الحرام، في شمال في جنوب في قطاع أبلغ الأبطال حبي واحترامي. يا الله يا حسن، ما أجملك والله. إن قيمتي الوفاء والمروءة لهما قيمتان عاليتان، فكيف إذا ما يعني وضعهما الشاعر في قصيدة، ربما يعني يفتحان المجال واسعا أمام الشهامة التي يتميز بها النشامى وكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل الأحرار الذين ينتمون لهذه الجراح الراعفة والنازفة في فلسطين التي تستحق من ينتصر لها. تفضل. أنا يعني أردني الجنسية لكني فلسطيني الأصل، فيعني الكثير من يعني بنسبة عالية جدا من الأردنيين هم من أصول فلسطينية. نعم. وهذا يؤكد على يعني وحدة البلدين بالأصل و تاريخ مشترك، وهكذا كل وطننا العربي بينه يعني أواصر مشتركة، بينه دم واحد ومصير ثابت لا يتزحزح وقضية راسخة رسوخ هذا المبدأ. عشت يا حسن وسلمت، ولم نكتفي بعد من أدائك الجميل وقصائدك الأجمل، لكن قبل أن نستمع إلى القصيدة التالية سنذهب إلى فاصل بسيط أو فاصل قصير، بعده نواصل هذه الحلقة، فابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ووصلنا إلى الفقرة الختامية في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت الشاعر حسن النبراوي بتسكين الباء وتحريك العاطفة التي لا يمكن لها أن تسكن. من يحمل هم قضية يبقى ثائرا، وهكذا أنت تحب أن تصنف شاعرا ثائرا. لماذا الثورة على وجه التحديد يا حسن؟ والله لأنني ولدت فلسطينيا في الأردن، ولدت في الشتات، ولطالما علقني الأهل والأحباء في البلاد التي أخرجنا منها قسرا، فكنا أصحاب قضية منذ الولادة، وهي القضية التي لم تحل في يوم من الأيام، وما زلنا نبحث عن عودة إلى بلادنا المسروقة. كحل الله أعينك وأعين كل محبيك برؤية نقية عاجلة غير آجلة لأولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. أحسنت كثيرا يا حسن. إذا ما أردت قراءة قصيدة جديدة علينا الآن، ماذا ستقرأ؟ والله لأبتعد قليلا، طلبت مني التنويع، فسأقرأ قصيدة بعنوان القاتل. ابتعد أن شئت، فأينما ابتعدت فنحن قريبون منك، لا بأس، تفضل. هي قصيدة قديمة يعني كتبتها في البدايات، لكن تفضل نحن نستمع إليك. أقول في كل ركن أرى ذكرى لمن هجروا، لا يرجع الأهل، هل فقدانهم قدر؟ البيت يسكنه من بعدهم شبح، قد صار مثلي فلا سمع ولا بصر. يا الله، يا بحر هل رفقت أمواج رحلتهم؟ يا بحر هل رفقت أمواج رحلتهم؟ أما تعبتهم كما قد هدني السهر؟ ما عدت أعزف ألحاني وما كتبت بعد الفراق يدي إلا لمن عبروا. واصفرت الشمس من فقدان أنجمها، والبعد حل لذا قد أظلم القمر. قل يا هلال، أمن فقدان غالية قد مال ظهرك، أم قد مسك الكبر؟ لا يعرف الحزن إلا من تجرعه، قد مات قلبي وإن القاتل السفر. قد مات قلبي وإن القاتل السفر، لا كنت في شرعة الأحباب يا سفر. هذا السفر الذي يفرض نفسه على الشاعر، على كل ذي ألم، على كل من يأمل أن يعانق حلمه حقيقة لا مجازا. هذا السفر متى سينتهي؟ فإن الحقيبة أصبحت ثقيلة، وكما قال درويش، وطني ليس حقيبة، وأنا لست مسافر، وربما قلت أنا لست مهاجر. تفضل يا حسن. نعم، الحقيقة نحن نحمل أوطاننا معنا في كل مكان نذهب إليه. الله عليك. ويحن الإنسان ويشتاق للأماكن التي يعني إما ربي فيها وترعرع فيها، وإما الأماكن التي يعني وعد بها ويرجو لقاءها. طيب يا حسن، الآن لنتحدث بشكل يعني فيه انتصار للذات بعد انتصارك للقضية، هذه القضية المنصورة بإذن ربها. دعنا نذهب إلى حسن وإلى عمق معناه الأدبي وما يرجوه أن يتحقق. كل شاعر له هم، أو له دعنا نقول غاية بعيدة. ما هي الغاية البعيدة التي تسلب أو تخلب لب حسن وتسيطر عليه دائما لدرجة أنها أصبحت مثل الهاجس؟ نعم والله، يعني الكثير، كل إنسان طموح، وربما بعض الغايات الملحة جدا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، نعم أريد وأحب أن أعود إلى وطني منتصرا بإذن الله. أيضا أتمنى أن أرى الدول العربية جميعا بخير وبوحدة،
ويعني أن تزول هذه الغمامة، هذه غمامة كلها الفرقة أحلام والخروج. عامة يا حسن، لا تكن كثيرا، يعني لا تكن مضحيا لدرجة أن تنسى نفسك. أنا أريد منك أن تذهب إلى حسن في أعماقه الشعرية. دعنا نتحدث عن غايتك الشعرية بكل صراحة، وكل منا له غاية. ما المرجو نعم البعيد الذي يبحث عنه حسن ويسعى إليه؟ أجب نعم بصراحة، لا بأس، لا عليك، تقريبا 10,000 من يشهدون على هذا السر فقط. نعم نعم طمأنتني. تفضل. والله أتمنى أن يكون ما أكتب مؤثرا فعلا، وأن يحبه الناس وأن يتداولوا يعني. وأنا لم أطبع حتى الآن أي ديوان، لأنني أعتقد أن التجربة الشعرية تنضج بمرور الزمن وبعمق التجربة. أحسنت كثيرا. فأريد نعم فأريد أن يكون إن شاء الله أعمالي ذات قيمة لدى الناس، يحبها من يقرأها، ولذلك أنا أؤجل هذا العمل. هذا واحد. وأيضا يعني أتمنى أن أكتب الغزل يوما لزوجتي. يا سلام أنا يا لم سلام، أتزوج بالمناسبة، لكن لدي يعني مشروع أرجو أن يتم على خير. نرجو أن يعجلها الله لك حتى تعجل بالقصيدة لمن تستحق سماعها، وكذلك حتى تظل مثل هذه القصائد النقية الطيبة حتى تظل ذخرا لكل من تقع بين يديه فيرتقي بها ويعلو. هذه القصيدة الحسنية الحسنى التي ينبغي لنا أن نتزود منها أكثر. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك من الزاد الجميل زاد الروح، ألا وهو الشعر. نريد منك أن تقرأ علينا قصيدة جديدة يا حسن، ماذا ستختار هذه المرة يا ترى؟ أقول هي قصيدة بعنوان سنلتقي، يا سلام، تفضل. لكن المضمون لا يتعلق باللقاء. يا ساتر يا نعم رب، تفضل. هي يعني أنا اخترت لها اسمان شتان وسنلتقي، لأنها تدور في هذا الفلك. وقد أقول يجمع الله الشتتين بعدما نعم يظنان أقول كل الظن ألا تلاقيا. يا سلام. وبنفس تفضل. المعنى هناك أيضا بيت: وقد تلتقي الأشتات بعد تفرق، وقد تدرك الحاجات وهي بعيدة. يا سلام عليك، تفضل. أقول هذه مفاتيح البلاد، فصدقي إن الرؤى دوما تقول سنلتقي. من خيمة الغزي أشعلت الدماء، ووثبت أرسل للمعالي بيدقي. ثار الشعور مكسرا أغلاله، إني أراه إذا سكت ممزقي. ايه تخط أبياتي على بيبانها، يا قلعة الشعر الفصيح تألقي. الله، سأخطها نارا تبدد ظلمة، لأذيق منكرها فصاحة منطقي. هذه خيولي إن جرت فمرادها شم، على صهواتها ما تستقي. ما كل من سمع البيان ألمه، إن الذي فهم المرام سيرتقي. فخذ الحقيقة من جبين معذب، لا من قصيدة مادح ومصفقي. فالمرجفون تألقوا في نظمه، ومن المديح هجاء من لا يتقي. شتان بين حروفهم ونفائسي، شتان بين حروفهم ونفائسي. هل يستوي ملح وذا العسل النقي؟ كوني أيا أم البلاد حكيمة، ولتطعنيني إن رأيت تملقي. هل يستوي أبطال غزة عزة، وجنود وغد بائع ومنسقي؟ شتان بين مفاوض ومقاوم، لبى البلاد على جواد أبلقي. هذا حديث قد تقادم عهده، أيقنته مذ لاح شيب المفرق.
يا سلام، ما أجمل هذا التضمين العجيب الأبلق، وهو حصن قبيلة السموأة الذي في أحد الأيام يعني حفظ ابنة امرؤ القيس، حينما كان امرؤ القيس يعني هائما على وجهه يبحث عن من يناصره في حرب ثأره لأبيه، فجاء أعداء امرئ القيس إلى حصن السموأة ليطلبون ابنته وبعض أهله حتى يقتلوهم، فتباهى في حينه بقصيدته الشهيرة السموأة، وذكر فيها الأبلق القصيدة التي يقول في بعض أبياتها: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. أحسنت كثيرا يا حسن في هذا الاستشهاد وهذا التضمين وهذه القصيدة التي من خلالها تبين الفرق والمفارقة ما بين ضدين لا يلتقيان، عسى أن يصحو أحدهما فيتفق مع أخيه على منهجية مشتركة من خلالها ينتصرون للقضية التي لا تزال تسيطر على فكرك وقلبك وقلمك، وإن قلنا لك حاول أن تبتعد وإن قليلا حتى باختياراتك للقصائد التي تقرأها، لكن لا بأس في ذلك ولا مشاحة. حسن النبراوي الشاعر الأردني الجميل، في السؤال الذي يسبق السؤال الأخير وقبل قصيدة الختام، السؤال الذي أطرحه عليك الآن وكن صريحا بعيدا عن ذكر الأسماء، أكثر ما يزعجك في المشهد الثقافي مسألة أو ظاهرة ترجو أن تنتهي وتزول؟ والله صعود من لا يتقنون النحو على المنصات حتى وإن كان للتقديم، يعني هذا شيء جدا مزعج. يا سلام، يكون شاعر لتقديم شاعر عظيم نأتي بمن يرفع المضاف إليه المجرور والمفعول به، هذه مشكلة عظيمة. إذن هي دعوة من خلال منصة بيت القصيد إلى كل المؤسسات الثقافية والمعنية بالشعر والمعنية بالفعاليات اللغوية أن يكون مقدم هذه الفعالية أو مقدمتها على قدر عال من اللغة، بحيث يكون تقديمهما أو تقديمه أو تقديمها لهذه الفعالية فيه تقدير للمؤسسة التي دعته، وكذلك فيه قيمة عالية للشاعر الذي يقدم، لأن الشاعر ينبغي أن يقدمه شخص بارع مطلع عارف مثقف ذو لغة عالية، فإن كان بخلاف هذا كله ربما يفهم أنه استخفاف بهذا الضيف أو هذا الشاعر المجيد أو الشاعرة. أحسنت كثيرا يا حسن بهذه الفكرة التي طرحت، هذا الهم الذي ينبغي أن ينتهي وأن يعالج، إلى القصيدة التي تودها مسك ختام يا حسن. نعم، أقول: أبت الوصالة، أبت الوصالة كأنها في عزة، نجم أبى من نوره يدنيني، أنا ما اكتسبت رجولة بتجارب، بل خالط الطين من التكوين، حد الحسام سياستي ومقالتي، إن حاولت صفقاتهم تغويني، وطبعت ختمي خنجرا بصدورهم، فدماؤهم نهر جرى للصين، وحروب قومي مع ذويها لم تزل حمراء، وحروب قومي مع ذويها لم تزل حمراء لا تخبو ولا تفنيني، فطبعت ختمي خنجرا بصدورهم، ودماؤهم نهر جرى للصين، وأدك في كل المعارك حصنهم لكنها بدموعها تردين، فأدك في كل المعارك حصنهم لكنها بدموعها تردين، حتى كأن الحرب بين عيوننا والحرب بين القوم لا تعنيني، وببسمة منها أتيت مهادنا، فإذا أبت بعبوسها تنفيني، أنا ما تعبت من الذوابل والقنا، بالموت أرمي من بها يأتيني،
علقت في صدر القلاع رؤوسهم وعلقت في حب ابنتي العشرين. يا سلام يا سلام. من خلال فريق بيت القصيد وأسرة قناة الرافدين نشكرك من جديد الشاعر الأردني الأستاذ حسن النبراوي على تشريفك لنا في هذه الحلقة. وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تود أن تقول؟ لأقول شيئا يعبر عن شخصيتي، مقطوعة قصيرة جدا جدا جدا، أقول فضل. فيها: أنا الحسون أشدو كل حين، ولي وطن يحفزني مليا، فأهجو في الصباح هراء جند، وأمدح في المساء طفلا أبيا. يا سلام. وأعرف أن إذا الأوطان نادت ستدنو الراجمات من المحيا، لترسم فخرنا في كل عين، ويعزف كل حر قول هيا. تخادعني البلاد تصد عني، وإن مآلها حتما إلي. وفقك شكرا الله جزيلا يا حسن، والشكر موصول لك أيضا، ودمت بحرية وشعرية وسعادة لا تنتهي. مشاهدينا الكرام، وإن انتهت هذه الحلقة فإن موعدنا وإياكم يتجدد في الأسبوع المقبل رفقة شاعر آخر أو ربما شاعرة. حتى ذلك الحين ظلوا في أمان الله، إلى اللقاء.